أبنائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. ويمكن قلت نبتدي بفقرة معلومات عامة في عجالة في دقيقة كده تخفف من حدة الفسيولوجي. فدلوقتي المعلومات العامة خاصة بالرانواي اللي قصادنا ده. The shortest runway in the world، أقصر رانواي لطيارات في الورد، وده موجود في حاجة اسمها السنتر ايلاند. تشايف ايلاند في وسط بحيرة من احد البحيرات العظمى الكبرى كنا اتكلمنا عليها، اللي هي بحيرة اونتاريو في تورونتو، او احنا دلوقتي في تورونتو مفروض السنتر ايلاند ده. فده الشورتست رانواي، اقصر رانواي في العالم، وهو حوالي 500 متر في السنتر ايلاند ايربورت موجود في تورونتو. اما اطول أو أكثر المطارات ازدحاما في العالم فهو مطار هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا في الولايات المتحدة، وبيستقبل حوالي 102 مليون راكب في السنة. مطار دبي بيستقبل 78 مليون راكب في السنة، ولكن مطار آل مكتوم في دبي برضو بعد التوسعات هيصبح أكبر مطار في العالم، لأنه يستقبل من 120 ل 150 مليون راكب في السنة. يمكن تحب تسأل الرانوي الطبيعي ده، قلنا أقصر رانوي في الدنيا نص كيلو. الرانوي الطبيعي في معظم مطارات بيبقى 3 كيلو. ويمكن تحب تسألني عن مطار القاهرة، بيستقبل في الحدود 15 مليون، وتم افتتاحه في سنة 63 كمطار دولي، كان أنشئ في أثناء الحرب العالمية الثانية وافتتح كمطار دولي في سنة 1963، وهو يعتبر الثاني في أفريقيا بعد مطار جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. كانت هذه فقرة المعلومات العامة، ثم ننتقل إلى الـMSQ. في الأوتونوميك يا شباب، فإحنا عندنا الآتي، كان الخمس أسئلة قلت لك اختار الرونج أنسر. فأول سؤال بخصوص الجريتر سبلانكريك كانت الرونج أنسر هي بي، إن هو does not relax البايلوريك سفينكتر بتاعت الاستومك، إنما بالعكس ده هو بيعملها كونتراكشن، كنا قلنا بيسكر المحابس. طيب السؤال الثاني بتاع الليسر سبلانكريك، الليسر سبلانكريك السؤال الخطأ هيبقى سي، إن هو مكتوب الوظيفة صح، بيكونتراكت السفينكتر، بس بيكونتراكت الانترنال سفينكتر، هي الانفولانتري مش الاكسترنال، ودي طريقة أصعب في الامس كيو، إنه يجيب لك الوظيفة صح بس المكان خطأ. ومثلها السؤال الثالث الفيشيال نيرف، الإجابة الخطأ does not supply parotid، اللي بيدي البروتيد ده جلوسوفارينجال، وعليه الإجابة الخطأ هتبقى بي. السؤال الرابع الفيجاس نيرف، السؤال الخطأ انه ما بيعملش كوروناري فازو دايلتيشن، بيعمل كوروناري فازو كونستيكشن، فعليه الاجابة الخطأ هتبقى بي. اما السؤال الخامس فهو ريجاردينج الباراسيمباثاتيك، الاجابة الخطأ سي، ما بيديش السويت جلانز، لان قلنا الباراسيمباثاتيك لا بيروح للجلد ولا الليمز ولا جدار الابدومن والثوركس، واحنا عارفين السويت جلانز موجوده في السكين، هو ما بيديش السكين، فدي كانت الاجابه الخاطئه. وعليه نقول الاجابات تاني، واحد الاجابه الصحيحه بي فور بيبي، 2 سي فور كات، 3 بي فور بيبي، 4 بي فور بيبي، 5 سي فور كات. وننتقل دلوقتي يا شباب للانترودكشن. في الأول يا شباب عاوزين نتفاهم في شوية حاجات صغيرة. احنا قلنا ان احنا لقينا نفسنا مشينا كويس في البلاد، فقررنا يوم الجمعة بإذن الله غدا في نفس المواعيد هنشتغل النير. وانا عارف ان ده موضوع ناس كتير بتستصعبه، بس هو لطيف جدا لانه في شوية فيزيكس، وانا عارف الناس كتير منكم الأوائل بيحبوا الفيزيكس. فإحنا هنوقف البلاد for 2-3 weeks، هناخد في أثناءهم النير، ويمكن نقدر نخلص النير في المدة دي بإذن الله، ثم نعود البلاد.
برضو احنا زودنا مرة تالتة، محاضرة تالتة نقول فيها النهاردة الانترودكشن. وبرضو اقول لكم مرة اخرى، انا ملاحظ ان الناس بالام اس كيو مش كتير بيتعاونوا في حله، مع انه مهم جدا يا شباب ان احنا نتعاون في الام اس كيو. يعني لازم تحاول تحل الام اس كيو، لان هو ده الفيدباك. ايه قيمة ان انا اشرح وانت ما تعملش حاجة؟ فبليز. اتنين، برضو بارجوك المرة التانية انت هتسمع المحاضرة مرتين، واظن دلوقتي في منتهى الوضوح بالداجرامز كل حاجة جميلة خالص، وانا جربت حتى على السمارت تي في لقيت الصوت والصورة جمال، وايفن على السمارت فون الكلام قادر اقراه، وانا طبعا مفروض نظري مش زيكم، انتوا شباب شايفين كويس قوي قوي. فبتسمعها مرة بتفرغ الكلمات الصعبة، الاسئلة MSQ شفوي، النظري نظري مهم، واسأل في and so on. وبعدين مرة في وقت فراغك كنوع من أنواع الباسيف ليرنينج، التعلم اللي انت بتعملش حاجة، تكون في المواصلات، تكون في أي حاجة، عندك وقت مش عارف تعمل فيه ايه، في وسط لا يصلح المذاكرة، قاعد بتاكل حاجة في كافتيريا في حاجة، تسمع المحاضرة مرة تانية. Believe me، لو سمعتها مرتين هتحفظها، لأن بتسمع نفس الكلام، وإحنا بنحاول نبقى منظمين وإلى أقصى درجة يا شباب. فبليز يعني التزم بالحاجات دي، وأتمنى المرة الجاية تحلوا الـ MSQ كويس. دلوقتي هنبتدي بإذن الله الـ Introduction اللي هو الـ Branch الأولين. طيب شباب، الـ Introduction أنا مش عاوز أبتدي البداية اللي هي التقليدية قوي، يعني مش عايزين ضعوا وقتكم في كلام ملوش قيمة، وهو أن اليونت بتاعت الستراكشر بتاعت الجسم هو السيل، وطبعا مجموعة سيلز تكون تيشو، ومجموعة تيشوز تكون أورجان، ومجموعة أورجانز تكون سيستم، ومجموعة سيستمز تعمل بادي. ما تضيعش وقتك في الكلام ده، ده حاجات بيقولوا لك في اول محاضره كده عشان يسلوك، ما تقعدش تحفظ الكلام الفارغ ده. احنا هندرس في الانترودكشن باذن الله موضوعين اساسيين، البادي فلويدز ده موضوع صغير قوي، وبعدين هندرس السيل ممبرين بالترانسبورت اكروس ذا سيل ممبرين، ومواضيع تانية صغيره حواليها. فهنبتدي بالموضوع الاول وهو البادي فلويدز، وده زي ما انا كاتب لك، حتى دلوقتي بدات اكتب لك مالتيبل تشويس كويشنز، يعني مش نظري، مش عاوزك تحفظه نظري، ده مالتيبل تشويس. ويا ريت الدياجرامز اللي بنزلها دي اللي مش هقدر اسيبها على الفيسبوك مره كتيره، لو حد عنده، انا بقول ايام الليترت في التكنولوجي غيركم، لو يحطوها لنا كده في فايل ويهدوه لنا لكل الناس تقدر في اي وقت تشوفه. وزي ما بقول الدياجرامز ده يا شباب ده حصاد السنين، وده ورق متعوب فيه جدا، وفي مش بس تعب وفي خبرة ازاي انك تعرض كل المعلومات باسهل طريقة، الصفحة ما تاخدش 5 minutes عشان تستوعب كل اللي فيها. فنتوكل على الله ونبتدئ الخطوة الاولى في رحلة الالف ميل مع الانترودكشن. فالمية، وطبعا سبحان الله ربنا عمل كل شيء حي من المية، بتمثل 60% منك، يعني تصور انت اكتر من نصك مية، 60%. الكمية دي less in obese and females، طبعا لان الفيميلز عندهم فات اكتر، يبقى مشاركين الاوبيس اللي هم الناس التخان في وجود فات، فعندهم فات اكتر وعليها عندهم مية اقل. مين عنده مية اكتر من 60%؟ تصل ل 70% الانفانتس، الرضع بيعتمدوا على المية أكثر كتير مننا، عشان كده الجفاف اللي هو نقصان المية أخطر في الرضع منه عندنا. يبقى احنا 60% اللي أقل منا اللي عندهم فات كتير اللي هم الأوبيس والفيميلز الأناث، لأن عندهم فات أكتر في الإنفة. طب المية دي متوزعة ازاي يا شباب؟ متوزعة كالآتي، في مية جوه الخلايا، جوه خلايا الدم اللي هي باللون الاحمر اهي اللي انا مشاور عليها بشعاع الليزر، او جوه خلايا الجسم، فدي يسموها انتراسيلولار فلويد. وفي خلايا ما بين الخلايا، في ميه ما بين الخلايا، في حاله البلاب موجوده في البلازما، في حاله التيشوز موجوده ما بين التيشوز، ونسميها انترستيشال فلويد.
طيب لو وزعت 60% المية دول هيتوزعوا ازاي؟ معظمهم انتراسيلر 40% و20% اكسترا سيلر. وهنا في غلطة مشهورة ان الطالب يغلط يقول اكسترا سيلر اكتر. يا بابا احنا بص للرسمة، احنا خلايا متراصة، احنا مش سفنجة، احنا الخلايا لازقة ببعض. بص معايا للرسمة كويس زي ما انا بشاور، فرصة تواجد المية داخل الخلايا، فكر كل حاجة بنفكر، اكثر من فرصة تواجدها خارج الخلايا. يبقى عليه الانتراسيلر اكتر من الاكستراسيلر 40، وده واحد. هنيجي بقى في تيبل 4 عامله لعبد الله، وهو كله أسئلة MSQ. يعني في خمس نقط الفرق بين الانتراسيلر فلويد والاكستراسيلر فلويد، خمس نقط كله أسئلة MSQ. قبل ما اجي للجدول عاوز بس انبهكم لحاجة لطيفة في الرسمة اللي فوق. الاكستراسيلر فلويد ده متوزع الى مية ما بين خلايا الدم اللي هي البلازما خدناها، ومية ما بين خلايا الجسم اسمها انترستيشال فلويد. العشرين في المية الاكستراسيلر دول 5% بلازما و15% انترستيشال فلويد. يعني المية ما بين خلايا الجسم 3 مرات قد المية ما بين خلايا الدم اللي هو البلازما. وبرضو في تأمل خاص وسهل، ان احنا لما بنتعور بننزف بنفقد البلد، فعشان كده افرض ان ما عنديش امكانيات جندي في حرب ان نقول له دم، او حتى ما فيش ميه يشرب يعوض الميه اللي فقدت، السوائل اللي فقدت. فعشان كده ربنا خلى الانترستيشال فلويد ريزيرف للبلازما. البلازما 5%، الانترستيشال فلويد 15%، 3 مرات قديه، عشان لو جندي في حرب فقد دم ملحقناش ننقل دم، ملحقناش نشرب، ينتقل التيشو فلويد للبلاد، لان البلاد هو الاهم، هو لازم يدور ويغذي الجسم باشياء ويشيل منها الويست برودكتس. فحتى الاعداد ماده للتامل، الانترستيشال فلويد 15% والبلازما 5%. نيجي للجدول ده، وده جدول مهم جدا يا شباب. ايه الفرق بين الانترا والاكسترا؟ حطينا 5 نقاط اهي. الانترا يختلف عن الاكسترا في 4 باللون الاسود قصادك، وبحب دلوقتي استخدم الالوان، جبت اقلام الوان عشان اقدر نحسن الاداء اكتر، ويختلف في شيء واحد اللي هو باللون الاحمر. يبقى الانترا والاكسترا متفقين في 4، مختلفين في 4 ومتفقين في شيء واحد. نيجي اول اختلاف في الفوليوم، لسه قايلينه ان الانترا 40% بينما الاكسترا 20%، لأن قلنا فرصة تواجد الماء داخل الخلايا أكثر من فرصة تواجده خارج الخلايا، لأن إحنا مش سفنجة. فين بقى السؤال MSQ؟ النوع السادس في أسئلة MSQ، أنت قريت المعلومة بصورة يجيبها لك هو بصورة أخرى، اللي هو نقولها كده اللي هو مش الشكل المألوف على رأي عادل إمام، الشكل الحلوف. طب أنت حافظ الإنترا 40 والاكسترا 20%، يجيب لك الريشيو. يبقى الريشيو كام؟ دي 2 إلى 1. وبليز لازم تقرا السؤال مظبوط. الانترا للاكسترا 2 to 1، لكن لو قال لي الاكسترا الانترا ده الام اس كيو يعتمد على التدقيق، يبقى 1 تو 2. طب في حلوف تاني، ان يجيب لك هل الانترا سيلر فلويد دبل ذا فوليوم اوف اكسترا سيلر؟ طبعا، ما 40% دبل 20%. يبقى سادس نوع في الام اس كيو انا عارفهم واقولهم لكم نوع. النوع ان يجيب لك المعلومه مش زي ما قريتها، مش الشكل المالوف، الشكل الحلوف، انها 2 تو 1 او دبل ذا فوليوم. الفرق الثاني والثالث، التشيف كاتاينز، كاتاينز اللي هي الايونات الموجبه. وليه يسموها كاتاينز؟ لانها الموجب بيروح للكاثود السالب، عشان كده سموها كاتاينز. اما بالعكس اللي بيروح للانود اللي هو بيحمل شحنات سالبه. هنا في نقطه الاوائل بنقول التشيف يعني الاساسي. ليه؟ اعلمكم حاجه يمكن لما قلتهاش ناس كتيره ما تبقاش عارفاها. كل الايونات موجوده بره وجوه، مفيش ايون موجود بره بس او ايون موجود جوه بس، بره وجوه، ولكن نسبه تواجده هي المختلفه. يعني موجود بصورة رئيسية، عشان كده بنقول التشيف، بكمية معتبرة، كمية كتيرة، في ايونات جوه وفي ايونات بره.
ده من اهم الاسئله، وهاخد النقطه الثانيه والثالثه مع بعض، حفظتها لاجيال وطريقه جميله خالص. اشهر ايونات موجوده جوه الخلايا تبتدي بحرف البي، لو كتبتها بانجليزيتنا بوتاسيوم بوزيتيف، بروتينز اللي بشاور عليه، وفوسفيت نيجاتيف. يبقى كل اللي جوه بحرف البي، لو ما فيش حرف البي تبقى بره، اللي هم مين؟ صوديوم بوزيتيف، واللي نيجاتيف كلورايد وباي كربونات، كلورايد وباي كربونات. هنا في فقره المعلومات العامه الثانيه بقى، ما احنا قلنا عن المطارات كانت اول فتره ورناها لكم، الشورتس ران واي، يعني الطيارات لازم تطلع وتنزل في نص كيلو، مع ان المألوف 3 كيلو. ليه اختصار البوتاسيوم كي واختصار الصوديوم ان اي؟ دي فقره المعلومات. لما في جامعات امريكا وفي كندا بسال السؤال، all students عندهم نفس الانسر، يقولوا لي لاتن. فانا لاعتزازي بعربيتنا اقول لهم لا، ده الاصل عربي. يستغربوا ويبصوا لي. نحن العرب نعلم ان ربنا حط كل شيء على ميزان. فزي ما ربنا عمل ايون مسؤول عن الحامضيه، وكلكم عارفينه طبعا، عارفوا مين المسؤول عن الحامضيه؟ الهيدروجين. كان لازم ربنا يحط ايون تاني في الطرف الاخر الميزان مسؤول عن القلويه اللي هو البوتاسيوم. عشان كده يسموه كاليوم، كي دي فور كاليوم، هم ما عندهمش قاف، فبدأ يقولوا كالوي كاليوم، اللي هي تعديل كلمة كالوي كاليوم. عشان كده بقى اختصاره كي، ما لهاش أي علاقة بالبوتاسيوم، بوتاسيوم ما فيش حرف الكي. ونكمل معلومة فقرة المعلومات العامة، أمال ليه الصوديوم اختصاره إن إيه؟ برضه العرب. العرب أول ناس اكتشفوا الصوديوم، وعارفين فين؟ في وادي الناترون في مصر، عشان كده سموه ان ايه نيتريوم، عشان نسبه للناترون، وادي الناترون. اظن معلومات طريفه، واحنا بالاحق كعرب ان احنا نعرفها. يبقى اوعى تنسى الفرق الثاني والثالث، جملتهم مع بعض فقلت ان كل الايونات تفتكرها ما حييت، اللي جوه الخليه التشيف، طبعا قلنا موجودين جوه بره، اللي موجودين جوه موجودين برضه بره، اللي موجودين بره برضه جوه، بس اللي جوه اكتر 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 حرف البي، بوتاسيوم بروتينز فوسفيت، اللي بره اكتر صوديوم وكلورايد وبايكربونات. الفرق الرابع بي اتش، تفتكروا مين مور اسيديك ومين ليس اسيديك؟ ممكن نحفظها وممكن نفكر. انا قلت معلومة قيمة جدا، ان الميتابوليزم يا اولاد لا ينتج غير احماض، عمره ما انتج الكلس، الميتابوليزم بتاعنا بينتج احماض. طب فكر معايا، الاحماض دي بيتم انتاجها فين؟ الميتابوليزم ده في الخلية ولا بره الخلية؟ طبعا بالانزيمز جوه الخلية، يبقى انتاج الاحماض يتم داخل الخلية، ثم تتم معادلاتها خارج الخلية. عشان كده الانتراسيلولار مور اسيدك، لان الاسيدز بتنتج جوه الخلايا بالانزيم بالميتابوليزم اللي جوه الخلايا، وتتعادل شويه بره فتصبح ليس اسيديك. وكنت فسرت لكم في محاضره البلاد هو ليه البي اتش بتاعنا 7.4 الكالاين، 7 نيوترال، 7.4 يبقى الكالاين، لان جسمنا لا ينتج غير احماض. ففي جسد لا ينتج سوى احماض كان لابد ان احنا نبقى مستنينه بحاجه الكلي، عشان كده البي اتش بتاعنا الكالاين 7.4. يبقى دي الاربع نقاط اللي بيختلف فيها الانتراسيلر عن الاكستراسيلر. طب فيما اتفقا، اهي باللون الاحمر، في الاوزموتيك كونسنتريشن، نفس الضغط الاسموزي، هما الاثنين، وتحفظ هذا العدد صم 290. التمييز اهم، مش اوزمول، قلت لك احد طرق الام اس كيو في الارقام ما بيغيرش الرقم، 290 لو كتبها لك 300 اوكي مشيها، الأدق 290، 300 صح برضه، اعتبرها إجابة صحيحة وكاتبها لك. التمييز هو الأهم، مش أزمول، ملي أزمول، وهنفهم في المحاضرة القادمة بإذن الله إيه حكاية الأزمول والملي أزمول. يبقى ده مهم جدا، خمس أسئلة ام اس كيو، إنما أنا عاوز أفسر لك هما ليه اتفقا في الأزموتيك كونسنتريشن. فكرت معايا؟ أنا أقول لك الإجابة. إن كل خلايا جسم الممبرين بتاعها فريلي بيرميبل توتر،
بينفذ المياه بسهوله شديده، ما عندوش اي اعتراض على المياه، يبقى المياه تقعد تخرج وتدخل وتدخل وتخرج لحد ما اللي بره يبقى زي جوه عنده نفس الاسمولر كونسنتريشن. يبقى لماذا اتفق في الاسمولر كونسنتريشن؟ الاجابه لان all cell membranes are freely permeable to water. ده جدول مهم جدا يا شباب تبقوا عارفينه. اختلاف في اربع حاجات، الانترا سيلور قد الاكسترا سيلور مرتين، دبل ده فوليوم دي 40% ده 20%. النقطه الثانيه والثالثه الايونات اللي جوه بحرف البي، بوتاسيوم بروتين فوسفيت، اللي بره ما فيهاش حرف البي لما نكتبها بالانجليزي صوديوم كلورايد وبايكربونات، بايكربونات بالبي الخفيفه طبعا مش عاوز عبط. البي اتش الاحماض تنتج داخل الخلايا، يبقى جوه مور اسيديك بره ليس اسيديك، اتفق في الاسموتيك بريشر. نيجي بقى نلاقي محاضر عمال يحفظ الطلبه في تركيز الايونات جوه وتركيز الايونات بره، والطالب مثل القبله ماشي وراه عمال يحفظ في ارقام. على فكره احنا ما بندرسكوش عشان الامتحان، الامتحان ده ستيب وسيله لوصول للغايه انك تبقى دكتور. فاحنا ايه الارقام اللي تعنينا اكثر؟ الايونات المهمه اكسترا سيلولر. هتقولي طب اقنعني ليه دي؟ واحنا مش بنعمل تحاليل طبيه؟ اوكي، حضرتك لما بتاخد الفلويد بتاخده اكسترا سيلر ولا بتحط الابره داخل الخليه وتاخد الفلويد؟ فكر معايا، فكر. طبعا بناخده اكسترا، عشان كده الاعداد اللي تعنيني كطبيب وبالتالي تعنينا في الامتحان وبالتالي بيحطوها هنا في الام اس كيو اللي هي الاكسترا سيلر. وخد بالك احنا عندنا ما بيالفوش ام اس كيو، بينقلوا الاسئله الام اس كيو از از، فغصب عنهم ماشيين ورا الخط بتاع الناس اللي بتفهم هنا. فالمهم هو الاكسترا سيلر. فالصوديوم 145 ملي اكويفالنت بير لتر، وهنفهم في اوانيها يعني ايه ملي اكويفالنت بير لتر. بينما الكلورايد والبايكربونات، الكلورايد 115 والبايكربونات 28. هنا بدرس حاجه ما يعني مش هقدر اقولها انها تاخد وقتكم كتير، هبقولها بعد كده لما هدي لكتشر ان انجلش بس لما نخلص كورس العربي باذن الله. لاحظ ان الصوديوم 145، ملحوظه مهمه جدا. واحد يقول لي فين الملحوظه؟ احنا مش جايين نقرا، احنا مش احنا بنفهم. مين المسؤول عن الضغط الاسموزي اساسا؟ قلت في البلاد الصوديوم والايون اللي متحد معاه. لاحظت ان الصوديوم 145 نص 290، نص 290، 145 اضربها في 2 تبقى 290، لان اهم سبب للاوزموتيك بريشر هو الصوديوم. حتى بنقولها مجازا الصوديوم كلورايد، ولو انه مش كل الصوديوم متحد مع الكلورايد، 115 مع الكلورايد و28 مع البايكربونات. عشان كده لطبيب نابه ذكي عاوز يعرف الاوزموتيك بريشر ما تكلفش العام فلوس، لو معمل التحاليل بعت لك الصوديوم الاوزموتيك بريشر بتوعه زي للصوديوم والايون النيجاتيف اللي ماسك معاه، يبقى الصوديوم لوحده مسؤول عن النص. اضرب رقم الصوديوم في 2 يبقى حصلت على الاوزموتيك بريشر. دي محاضرات للفهم يا شباب، مش جاي اقرا معاكم. القراءه دي اسيبها لناس ثانيه جايين نفهم. طيب هنا بقى هنبقى نشرح لهم في الانجليش لكتشرز انه لما اجمع الكلورايد والبايكربونات هيطلعوا 143. في فرق 2، ده نسميه انيونيك جاب للناس اللي في شرق كندا وامريكا، هبقى اشرح لهم اهميته في الطب هذا الفرق الاثنين اللي هو ما بيتقالش خالص في جامعاتنا العربيه، اهميته في الطب ايه، بس مش عاوز اضيع وقتكم في المحاضرات باللغه العربيه فهاغفلها. بس خد بالك من الارقام، مسؤول عن الاوزموتيك بريشر هو الصوديوم والايون النيجاتيف المتحد معاه. يبقى الصوديوم على حده مسؤول عن النصف، يبقى 290 نصها 145. ده ازاي حتى تفتكر الارقام؟ الكلام للشخص اللي فاهم يحفظ بعضه البعض لانه مرتبط. بينما الكلورايد والبايكربونات برضه لازم لما تجمعهم يبقى رقم قريب من ده، بس في فرق بسيط بنسميه انيونيك جاب، هنشرحه في المحاضرات الانجليزيه باذن الله. خد بالك انا كاتب تحت نوت يا شباب انه البوتاسيوم الليفل بتاعه انا مهتم بيه مش في الانترا، في الاكسترا. فاهم ليه؟ لانه مع انه هو انترا اساسا، لان احنا بنقيسه في الاكسترا. 5 ملي اكويفالنت بليتر لازم يبقى اقل من 5، 4.5. وطبعا
هنعرف في مرحلة لاحقة ان اخطر ايون في الجسم يا شباب هو البوتاسيوم، كما انه من الحب ما قتل من البوتاسيوم ما قتل. البوتاسيوم لو طلع فوق 5 لازم نعمل غسيل كلوي، مفروض يبقى تحت 5، اذروايز لو وصل ل 11 قلبك هيقف كاردياك ستاند ستيل. لدرجه اقول لكم الفقره الثالثه في المعلومات العامه، في بعض الولايات هنا في امريكا بيعدموا بالحقنه المميته. عارف ايه الحقنه المميته دي؟ بوتاسيوم كلورايد. دي حقنه لما يوصي يعلي البوتاسيوم فوق 5، لما يوصل 11 قلبي بيقف ان داستول في حاله انبساط. ساعات المعلومات العامه اولا بقولها لازم تبقى متعلقه باللي بشرحه، ثانيا بتحفظ. طبعا فيما خلا بعض المعلومات العامه بنحب نقولها لتوسيع المدارك، لاننا في حتى ميجور ومايور، يعني الناس ما تبقاش مقفه في الطب بس في الطب اساسا. ولا تنسى لازم بوتاسيوم يبقى تحت 5، رقم الحسد 5 و5، عشان ساعات الناس بتفتكر انا قلتها ازاي، 5 و5. بوتاسيوم هو اختارهم اللي هو اساسا جوه، انما بره ما يصحش يزيد عن 5، تحت 5 4.5، لانه لو وصل 11 شوف مين يبقى يذكرني بها فيها في محاضرات الاندوكراين. لو وصل والكدني لو وصل 11 القلب يقف ان ستاند ستيل. كانت هذه الصفحة الأولى، وقلنا أنت هتعيب بروحك بقى، اقلب الصفحة من فضلك. طيب عاوزين نعين نديتيرمن الكمبارتمنتس بتاعت البادي فلويدز دي، عاوزين نعينها ديتيرمينيشن، برضه سؤال ام اس كيو، بحاجة اسمها فيكس برنسبل، قاعدة فيكس أو دايليوشن برنسبل. اول ما الطلبه بقى يسمعوا ان هنعمل حساب يتخضوا جدا. يا شباب لا ازيع سرا، الحساب اللي انا بشرحه في الفسيولوجي بالامانه لا يتخطى السنه الخامسه الابتدائيه. يعني المسائل عندي بقسمها في كل الكورس الى نوعين، نوع بتاع ثالثه ابتدائي لو ما حلتوش يبقى عمرك العقلي تحت ثالثه ابتدائي، يبقى لو حسبنا لك الاي كيو معامل الذكاء هتطلع النوع الثاني في العبط. ومسائل اصعب شويه بتاعت 5 ابتدائي، المساله دي بتاعت 3 ابتدائي وهتتاكد من ذلك. فمش عاوزك تتخض بقى فيك برنسبل ودايليوشن برنسبل يبقى هنشرح رياضه واحنا هربنا للطب عشان هربنا من الرياضه. دي تناسب طفل في الثالثه الابتدائيه وهتشوف ليه، لانها مساله فيها رقمين بس. ما هو مفيش مساله في الدنيا فيها رقم، لازم على الاقل رقمين، لو فيها رقمين تبقى 3 ابتدائي. 3 ارقام او 4 تبقى 5 ابتدائي. فدي 3 ابتدائي، وتعالى اشرحها لك طريقه طفوليه. تخيل عندي كونتينر كده او بالونه فيها سائل وما اعرفش حجمه. بيعرفوه ازاي؟ بطريقه سهله قوي. هحقن انديكيتور، حاجه تانديكيت، انديكيتور يعني تدل على الحجم اللي جوه، فيسموه انديكيتور. 6 ملي جرام مثلا في المثال اللي انا اخترته. وهز الكونتينر دي استنى 10 دقائق لحد ما ال 6 مللي جرام دي تتوزع توزعا متجانسا داخل الكره، وبعد 10 دقائق اروح ساحب عينه. لو لقيت تركيز الماده 2 مللي جرام في كل لتر، هل ممكن اعرف عدد اللترات داخل الكره دي؟ نفكر في 3 ابتدائي. انا يا بابا حتى اقولها بطريقه طفوليه خالص، انا حقنت كام؟ 6. شوف هو نلعب بالصابع زي العداد، ديت 6، تحطوا كل 2 في لتر، يبقى تحطوا في كام لتر؟ 3 لتر، يبقى جوه في 3 لتر. عرفتها ازاي؟ انت حقنت 6، لما خدت عينه لقيت كل لتر فيه 2، يبقى جوه فيه كام لتر؟ 3 لتر. عملت ايه؟ قسمت 6 على 2. ايه 6 دي؟ الاماونت. ايه 2 دي؟ الكونسنتريشن. اهي دي بقى الفيك. يبقى الفيك برنسبل بنقسم الفوليوم يساوي ايه؟ الاماونت ديفايدد باي ذا كونسنتريشن اوف ذا انديكيتور. سهله؟ يبقى ما تتخضش، فيك برنسبل ايه ونيله ايه مع الاعتذار. زمان كان انك تحط اسمك في التاريخ وفي كتب الطب تعمل حاجه تافهه زي فيك، يا ريتك تلحق ام فيك ده كان كنت اشتهرت في العالم كله. ان ايه اللي قالوا فيك؟ اللي هو الدايلوشن برنسبل، كلام بتاع بالامانه ثالثه ابتدائي. انا ما بلغتش، خليك صادق معايا.
الفوليوم يساوي الاماونت اوف ذا داي انجكتد ديفايدد باي ذا كونسنتريشن. حقنت 6 مللي جرام واستنيت 10 دقايق لما تتوزع وسحبت عينه لقيت كل لتر فيه 2، يبقى الستة توزعوا جوه في كام لتر؟ في 3 لتر. جبتها ازاي؟ الاماونت ديفايدد باي ذا كونسنتريشن. طبعا الانديكيتور لازم تستخدمه ده يبقى انرت خامل، لانه لو بيستخدم زي او هيضر الجسم ما ينفعش. انرت لازم يبقى خامل، نوت توكسيك، مش توكسيك، نوت يوزد باي ذا تيشو، لا يستخدم بالانسجه. يبقى لازم يبقى في حاله خامله، يعني ما بيتحللش وتركيبه يتغير هو نفسه من غير ما حد يجي جنبه. في حاجات مواد مش ثابته بتتغير، ولازم يبقى نوت توكسيك، ما يسمش الجسم، ولازم الانسجه ما تستخدموش ولا مش هلاقيه. يبقى دي مواصفات الانديكيتور. ازاي بقى بنعين الخمسه كومبارتمنتس بتوع البادي فلويد؟ انا بقولها بطريقه جميله جدا وبستخدم الالوان، وعشان كده بليز ده لاول مره حتى المحاضرات دي بنقولها، انت سامع وسامع فيري كلير وشايف، وقلت لك على السمارت فون لقيتها باينه جدا الكلام، ما ادراك بقى لما تحطها على تي في سمارت في اليوتيوب هتشوفها حلوه قوي. في ثلاثه كومبارتمنتس ميجر بنقيسهم، واثنين بنحسبهم، اصل فاهم عربي، في ثلاثه يقاسوا فعلا واثنين نجيبهم بالحساب. تعال نشوف ازاي انا اقدر اعرف التوتال بادي ووتر، الحجم الاجمالي اللي هو 60%. تعال نفكر بطريقه طفوليه، عشان اعرف حجم كل الميه اللي في الجسم لازم الانديكيتور يتوزع في كل الميه اللي في الجسم، اكسترا سيلولر وانترا سيلولر، لازم يتخفف في كل الميه لانك عاوز تحسب كل الميه. مفيش حاجه تتخفف في كل الميه غير الميه، الميه هي اللي تتواجد بره وجوه. يبقى الحل نجيب نوع معين من الميه، مش ميه عاديه عشان نعرف نميزها. فبنجيب الهيفي ووتر اللي هو الديوتروم اوكسايد، الماء الثقيل اللي هو بيستخدم في عمليات التبريد، دي مش علينا، في المفاعلات الذريه. فعشان نعرف حجم كل الميه لازم نجيب ميه، مفيش حاجه تخفف كل الميه غير ميه، نوع معين من الميه اللي هو الهيفي ووتر ديوتروم اوكسايد. طب ازاي احسب الاكسترا سيلولر فلويد؟ بنفس المنطق، يبقى جيب حاجة ما تدخلش الخلايا فتتخفف فقط في الاكسترا سيلر فلويد. زي مين؟ الانيولين. عارف ايه الانيولين ده؟ ده سكر. عمرك سمعت عنه؟ عمري ما سمعت عن الانيولين ده، سمعت عن الجلوكوز لكن والسكروز، ما سمعتش عن الانيولين. أقول لك حاجة، ولا الخلايا بتاعتك سمعت عنه. فما هتديه للمريض بتاعك الخلايا مش هتاخده، ما تعرفوش. مش هتاخده يعني يستنى فين؟ ادام ما خدتوش وما بقاش انترا سيلولر يستنى في الاكسترا سيلولر. يبقى ده شوجر لا يتعامل مع الجسم. او احقن صوديوم ثايوسانيت، احنا قلنا الصوديوم موطنه الرئيسي فين؟ فاكر؟ اكسترا سيلولر. لان الانترا سيلولر كلهم بحرف الايه، فاكرهم؟ انا بتصور اني سامعك، كلهم بالبي، بوتاسيوم، بروتين، فوسفيت. الفوسفيت على فكره بي اتش، بس نطق فوسفيت. صوديوم ثايوسانيت. طب ازاي نعين البلازما؟ يبقى عاوز الانديكيتور يتخفف في البلازما بس. يبقى جيب حاجه تلزق في البلازما بروتينز، والبلازما بروتينز مش موجوده غير في البلازما بس، بدليل سموها بلازما بروتينز. يبقى اي حاجه هتلزق في البلازما بروتين هتبقى في البلازما بس، هتتخفف في البلازما بس، تجيب حجم البلازما بس. في راجل اسمه ايفان، عارف ايفان الرهيب؟ عشان تفتكرها، عشان كده بقول لك الاسماء بطريقه سهله. جاب صبغه زرقاء بلو داي اسمها ايفانس بلو داي، بتلزق في البلازما بروتين. او نجيب بلازما بروتين ليبلد ويذ راديو اكتيف ايودين، يعني لازق فيه راديو اكتيف ايودين، ليبل يعني متعلمه. عارف لما بروح اشتري قميص في اي محل في عليه ليبل كده يقول لك سعره ومقاسه، لازق في القميص عليه كل معلومات القميص. فبلازما بروتين ليبل دويز يعني عليها راديو اكتيف ايودين، هتبقى في البلازما بس، تتخفف في البلازما بس، تديني حجم البلازما بس. يبقى عيننا التوتال بادي ووتر بالهيفي ووتر، الاكسترا سيلر فلويد
بالانيولين اللي هو سكر الخلايا ما تعرفوش فما خدتوش فقعد في الاكسترا، او بصوديوم، صوديوم ثلاثة ثيانيد لان الصوديوم موطنه الرئيسي في الاكسترا. طب البلازما جبنا حاجات تلزق في البلازما بروتين، يا صبغه الزرقه بتاعت ايفان الرهيب عشان تفتكرها ايفانس بلو داي، او بلازما بروتين ليبل معلمه وذ راديو اكتيف اودين. في اتنين بقى بنجيبهم بالكالكوليشن. لو انا طرحت ال توتال ماينس الاكسترا، هنا خطا على فكره، انا اسف، تدي الانتر سيرف فلويد واصلحها، انا اسف على الورق بكتبه بالليل فيمكن كنت مش مركز قوي. يبقى توتال ناقص اكسترا تديني الانتر سيرف فلويد، يبقى دي اعملها اي من فضلك. يبقى التوتال لو شلت منه الاكسترا يبقى الانتر. طب لو شلت البلازما من الاكسترا، طرحت البلازما من الاكسترا يديك الانترستيشال فلويد، كنت فاكر ال 20% اكسترا، البلازما كانت 5 يبقى هتديك الانترستيشال فلويد اللي هو 15. يبقى في 3 بنقيسهم ميجرد واثنين بنحسبهم. لو طرحت التوتال ماينس اكسترا يبقى انترا، الاكسترا ماينس بلازما يبقى الانترستيشال فلويد. ده كان الموضوع الاصغر في الانترودكشن والبادي فلويدز، ومهم جدا جدا في الام اس كيو والفيك برينسبل دي في الشافوي. نيجي نقطه خدناها في البلاد فنقولها على عجاله، اللي هي الهوميوستيزيس، تثبيت المسكه. اللي سمعني في محاضرات البلاد قلت كما تعيش السمكه في الماء كذا تعيش خلايا الجسم في الفلويد اهي. يبقى السمكة مكانها المية، بيتها والمية، الخلية مكانها هو بيتها والإكسترا سيرف فلويد. فما أقول هوميوستيزيس كلمة من شقين، هوم يعني مسكن، ستيزيس يعني تثبيت المسكن، هوميوستيزيس تثبيت المسكن، مسكن الخلية والإكسترا سيرف فلويد. يبقى قلت الديفينيشن ده في كلمتين، to keep the internal environment، البيت الداخلي اللي عايشه فيه الخلايا، اللي هو مين الانترنال انفايرمنت عشان نبقى فاهمينه صح، ما تبقاش تعبيرات انشائيه، اللي هو الاكسترا سيلر فيود كونستانت، قلت كده هتاخد صفر، لان لو ثبتت الحراره عن 43 مت، لو البي اتش ما ثبتوش عن 7.4 توفاني الله. يبقى لازم اثبت المسكن في الوضع الامثل، يبقى تو كيب ذا اكسترا سيلر كونستانت فور اوبتيمم فانكشن اوف سيلز. يبقى ما ينفعش الديفينيشن استقي فقط من العنوان هوميوستيزيس تثبيت الانترنال انفايرمنت البيت الداخلي اللي هو الاكسترا سيلر فلويد، لازم اثبتها في الوضع الامثل فور اوبتيمم فانكشن سيلز. التمبريتشر عند 37، الاوزموتيك بريشر عند 290 ملي اوزمول، البي اتش 7.4، الفوليوم 60%، وثبت الجاسز والنيوترينز والاينز. دي اكزامبل يا شباب، السبعه دول ما تحفظهمش، انت تبقى عارف فينهم اتنين تلاته. يقول لك زي ايه هتثبته؟ ما تحفظش السبعه، ما فيش سؤال يقول لك قوله، مش هم سبعه بس، هم اكتر. السؤال المهم في الام اس كيو، مين انهي اورجان بتساهم في الهوميوستيزيس؟ موست اورجانز، معظم الاورجان بتساهم في الهوميوستيزيس. الهوميوستيزيس ده مش وظيفه عضو واحد ولا جهاز واحد، الجسم كله بيثبت المسكن. يبقى ما هو الهوميوستيزيس؟ تاني سؤال شافه مهم، تثبيت المسكن بعربياتنا في الوضع الامثل، تو كيب مين المسكن؟ الانترنال انفايرمنت، الخليه عايشه في ايه؟ كما تعيش السمكه في الماء تعيش الخلايا في الاكسترا سيلر فلويد، بيت السمكه هو الميه، بيت الخلايا هو الاكسترا سيلر فلويد. يبقى تو كيب ذا اكسترا سيلر فلويد كونستنت for optimum function of cells. لما قلتش for optimum function of cells هتاخد صفر في الاورال. هيقول لك قول لي شويه امثله تختار من السبعه، temperature, osmotic pressure, pH, volume, gases, nutrients, ions. واديتك مثال ازاي بنثبت pH. الجسم بينتج اسيدز، اول ما تطلع في الاكسترا سيلولر فلويد في بفر بيعمل لها معادله مبدئيه، بس انتوا فاهمين ان البفر كل اللي بيقدر يعمله هنشرحه مع الكدني باذن الله في محاضرات الكدني، بيحول سترونج اسيد لويك اسيد، لكن ما بيلغوهوش تماما، كل اللي بيعمله يحول سترونج اسيد لويك اسيد. يبقى لازم نتخلص من هذا الاسيد لويك اسيد.
الأحماض نوعان، يا فولاتايل أسيد زي الكربونيك أسيد، لأنه ليه فولاتايل متطاير؟ لأنه بيتحول لسي أو تو متطاير، متطاير ومية، فيبقى ده أظن وظيفة اللانج، سي أو تو بيطلع من اللانج، يبقى اللانج تخلصنا من الفولاتايل أسيد. بينما الفيكسد أسيد زي الفوسفوريك أسيد، سلفوريك أسيد، لاكتيك أسيد، دي فيكسد مش فولاتايل، يبقى يطلع في البول مع الكدني. عشان كده البول بتاعنا أسيدك، جسمنا البي اتش الكلاين بس البول اسيديك. اديك فهمت ليه؟ لان الكليه بتتخلص فيكسد اسيد. يبقى ادينا، يبقى واضح ان مش حاجه واحده اللي بتتعدى ده، في البي اتش بس تضافر ثلاث عوامل، بفر حولت السترونج اسيد لويك اسيد، ثم بصينا لهذا الاسيد، هذا الاسيد لو فولاتايل نطلعه عن طريق ريسبيريشن ريسبيراتوري سيستم اللانجز، لو فيكسد ينزل في البول عن طريق الكدني. يبقى حتى معلومة حلوة هي عن البي اتش، ازاي الجسم بيطلع احماض وما بيحصلش اسيدوزيس مميتة في جسمنا. بنكيب البي اتش فور اوبتيمم فانكشن سيلز. اول واحد يتصدى ليها البفر، سريع جدا اقول لك حاجة، بيشتغل وذين، افتح ودنك، فراكشن اوف سكند، مش في ثانية، فراكشن اوف سكند. بس في عيب، انه بيخلص تماما من الاسيد اللي طلع، بيحولها من سترونج لويك. نبص على الويك اسيد، لو هو فولاتايل كربونيك اسيد H2CO3 هيتحول لسي او 2 ماي، السي او 2 يطلع عن طريق اللانج، لو هو فيكسد اسيد تخلص فيه عن طريق الكدني. كان ده البادي فلويدز، واتكلمنا على الهوميوستيز. ننتقل يا شباب للسيل. السيلز يا شباب في السيلز ثلاث حاجات، ممبرين وسيتوبلازم ونيوكليس. ممبرين هو ده الأهم اللي هندرسه، وسيتوبلازم ونيوكليس دول مش هندرسه. سيتوبلازم ده فيه أورجانيلز بتدرسوها في الهيستولوجي، ما خدهاش في الفيزيولوجي. نيوكليس دي اللايبرري اوف ذا سيل، مكتبة الخلية، فيها فايلز ملفات اسمها دي ان ايه، بتحتوي معلومات قيمة جدا. تركيب كل ده فقط معلومات عامة، ده معلكش ده بايوكيمستري. يبقى هتدرس السيتوبلازم في الهيستولوجي، الاورجانيلز عضيات الخليه، الميتوكوندريا، الاندوبلازميك ريتيكولم، كل الحاجات اللي هتشوفها بميكروسكوب في الهيستولوجي، عضيات الخليه سما تصغير عضو عضيات، اورجانيلز اورجان يعني عضو، اورجانيل عضي في لغتنا الجميله، بحب اللغه قوي، لغتنا العربيه شيء رائع، لازم نقولها بطريقه سليمه. يبقى قلنا السيتوبلازم فيه اورجانيلز ارجعناها للهيستولوجي، النيوكليس يسموها library of the cell، مكتبة الخلية، فيها معلومات، المعلومات في كتب، في فايلز، الفايل حتى بتبقى ملفوفة كده، لفينها بالبار زمان، الدي ان اي ملفوف كده، هو فعلا شكله زي الفايل، في المعلومات بتاعت كل بروتين في جسمك عشان تعمله، لازم تعرف ثلاث معلومات، معلناش ده معلومات عامة، عشان أعرف أعمل أي بروتين لازم يبقى عندي ثلاث معلومات، عدد الأمينو أسيد اللي بتكون بروتين ده، نوع الأمينو أسيد نمرة اتنين، ترتيبها. يبقى العدد والنوع والترتيب بتاع الامينو اسيد، المعلومات دي موجوده فين؟ في الدي ان ايه، في الجينات، ما هو الدي ان ايه هو ده الجينز، لما تاخد صوره منها تقدر تصنع البروتين مظبوط، ده هناخده في البايوكيمستري. يبقى السيتوبلازم في الهيستولوجي، العضيات، الاورجانيلز، النيوكليس الدي ان ايه والمسنجر ار ان ايه وتصنيع البروتين، ده بايوكيمستري. ما احنا في الفيزيولوجي بناخد ايه في الخليه من ثلاث حتت؟ بناخد السيل ممبرين بس. وده سؤال ام اس كيو برضه، ليه؟ لان هتاخده ثاني في الهيستولوجي، هو سؤال اساسا هيستولوجي، انما احنا بيهمنا من الناحيه الوظيفيه، فعشان كده كاتب لك فوق ان ده ام اس كيو.